وبهالمناسبة بفقرتنا الثقافية بتصير هي الثقافة، هي اللحن، هي الغنية، هي الخبر، وهي الوطن. اليوم عيد ميلاد السيدة فيروز بعيد الاستقلال أو عشية عيد الاستقلال، وأقل ما يمكن أن نقول نيالنا عشنا بعصر فيروز، عشنا بوطن فيروز. كتار يلي انكتب واللي انقال، وباخد من بعض ما كتب اليوم بالوسائل الإعلامية وبالصحف تحديدا، من النهار هو عيدها 81، هي الذكرى 60 لصعودها للمرة الأولى إلى أدراج بعلبك، هو أيضا عيد الاستقلال، وأي استقلال لولا صوتة السيدة الأيقونة فيروز في عيدها المثلث هذا اليوم. حملت اللبنانيين عشاقها ومقدسيها أكثر من أي وقت إلى عالمها الفيروزي فاحتفلوا بها. امي نامت عبكير وسكر بي البوابه، انا هربت من الشباك وجيت العيد العذابه. أيضا مما كتب بهذه المناسبة وبأقلام كبار من الفنانين، وبقرأ من يلي كتبه الفنان السوري دوريد لحام: أم زياد لن نكتب باسمك إلا على الحور العتيق، سنرجع يوما إلى حينا ونغرق في دافئات المنى، منذ شبابنا وحتى كهولتنا تعود بنا فيروز من غربتنا إلى فضاء الحلم والأمل. هلأ كرم العلالي صار يسوي أساوي، يا كرم العلالي عنقودك لنا، ويا حلو يا غالي شو بحبك انا. يا كرم العلالي عنقودك لنا، يا حلو يا غالي شو بحبك انا. عالنهر التقينا وما قلنا لحدا، وتركنا عينينا تحكي عالغدا. وتركنا عينينا تحكي عالهدى. سمعني يا حكي قال لي شو بكي، وطلع للبكي يدلي من كتر الهنا. يا كرم العلالي عنقودك لنا، يا حلو يا غالي شو بحبك انا. عالدرب الطويل وداني الهوى بايده وميلي تنمشي سوا، عالدرب الطويل وداني الهوى بايده وميلي. وكان سبق وكتب سابقا محمود درويش: فيروز هي الأغنية التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر، إنك تملكين سيدتي صوتا أكبر من ذاكرتنا.
وباخد من الراحل حليم الرومي يلي اكتشف فيروز وعطاها اسمها ان فيروز صوت غير محدد بمقدراته الفائقة لكل الالوان الغنائية، وسيتميز في المستقبل القريب بانه اقدر صوت على غناء الالحان الحديثة في العالم. عم يقطف خوخور المال تك يا ابن سليمان تك تك جوزك وين كان تك 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 كان بالحقلي عم يقطف خوخور المال يا ستي يا ستي بدور شوف القمر كيف بيدور والناطورة بدها شمس والشمس بعقد المرجان تك 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 يا ابن سليمان عمي يا عمي الحطاب خلينا نلعب عالباب والجارة بدها قمحة والقمحة عند الطحان تك 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 يا ام سليمان تك تك جوزك وين كان تك 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 يا ام أكيد ما في كلمات ولا في لحظات ولا في وقت ممكن يختصر شو بدنا نقول بعيد السيدة فيروز. بنتمنى لها طول العمر وبنتمنى ينعاد على لبنان هالعيد بمجد صوت فيروز وما تبقى من بعد الثمانية. لعندك جوال. المؤهل جهاد ابو زكي معنا من غرفه العمليات المشتركه بهيئه اداره السير. صباح الخير. صباح النور. كيفك اليوم؟ الحمد لله. يعني امبارح شهدنا على اجراءات استثنائيه على الطرقات بسبب العرض العسكري التجريبي لحفل الاستقلال لعيد الاستقلال، اليوم كمان رح يكون في اجراءات؟ نعم. اليوم ما في اجراءات، في العرض ثلاثه. نعم. بده يكون في اجراءات وتدابير سير. بده على نفس على جدة شفيق الوزان من الساعة 9 وبدها تستمر حتى الانتهاء، بدها تتخذ تدابير استثنائية للسير. نعم. لمزيد المعلومات بيقدروا يفوتوا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر TMC، بيطلعوا على كل الشوارع كيف بدها تتحول وأي ساعة بدها تتحول لأي ساعة بدها تنفتح. نعم. هيدا بالنسبة لتدابير عيد الاستقلال. أما بالنسبة يعني بس ما رح يكون في تدابير من مساء اليوم. لا رح يكونوا بكرة. أوكي. من بكرة من بكرة التدابير من مساء بكرة في شوارع بدها تنخلى من السيارات. نعم. وبدها تتحول من ليل أو من صباح 22/11. نعم. بالنسبة لحركة السير هلا. نعم، حركة السير الصباحية لليوم مداخل بيروت عم تشهد حركة سير كثيفة، فينا نقول ازدحام مروري. بدي أبدأ من جوني باتجاه بيروت على المسلك الغربي حركة كثيفة، أيضا نقاش أنطلياس جل الديب وصولا لنهر الموت. نعم. والسير القادم من علي باتجاه ظهر الوحش بهالأثناء في حادث اصطدام مسبب إذا زيادة بزحمة السير، وقوى الأمن عم بتعمل على إزالة الحادث جانبا. أما المدخل الجنوبي لبيروت نعمة باتجاه خلدي وخلدي باتجاه أنفاق المطار وخلدي باتجاه الأوزاعي حركة كثيفة مع بعض التوقف، وأيضا شويفات مفرق عرمون بشامون. نعم. المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا نفق سليم إسلام وكورنيش المزرعة السائل القادم من المحكمة العسكرية وصولا حتى سكنة الحلو عم يشهد حركة كثيفة، أيضا اتصراد الرئيس الهراوي باتجاه الأشرفية ساسين. هيدا بالنسبة للحركة الصباحية لليوم. بالنسبة لحوادث السير اللي سجلت، احصاءات حوادث السير التي سجلت خلال فترة ال 24 ساعة المنصرمة مجموعة 5 حوادث نتج عنه قتيل و5 جرحى. نعم. اما حصيلة مخالفات السرعة الزايدة التي ضبطت بواسطة الرادارات، نعم، مجموعة 1129 مخالفة سرعة زايدة. هيدا كل شيء وشكرا لكم. يعطيك الف عافية، بنتشكرك على كل هالتفاصيل. فاصل جديد بحلقتنا وبنرجع.